الحد الثاني ما نعرفش ما برا جيبه مش باين يا راس لا بطولة الفتنس هذه أول بطولة تقام في ليبيا، شاركنا كنادي الضواحي من صالة الضفير، إن شاء الله ربي يوفقنا، استعدادنا كانت يعني جيدة نوعا ما، الحمد لله يعني، إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق جميع الشباب إن شاء الله. في فئة ثالث في وزن 75، طبعا هذه أول مشاركة لي في بطولة الفيتنس للمنطقة الغربية، وإن شاء الله نكون في الموعد. وهمنا على بركة الله افتتاح بطولة دينانا السابع في فئة التشكيل لأول مرة تقام فئة التشكيل اليوم خاصة بطولة الماستر ولعبة الفيتنس لأول مرة تقام بقوانين تاع الفيتنس. إن شاء الله على بركة الله تم الافتتاح بإذن الله، وشكرا لكم وإلى اللقاء. حصلت اليوم على الترتيب الاول في بطوله الناشئين بودي بيلدينج اللي هي كمال السام. اليوم الحمد لله يعني بفضل ربي، بفضل استاذ محمد الشريف، بفضل يعني كل من ساندني الحمد لله، وبارك الله في الاتحاد الليبي العام. يعني ما قصرش معنا، حتى هو اللي وفقنا وفتحنا الباب هذا البطوله ودار لنا المسابقه.